لم تمنع الطوابير الطويلة هؤلاء المشجعين من الوقوف أملا في الحصول على مقعد داخل المدرجات المونديالية للاستمتاع بالأجواء الحماسية للمباراة التي ستجمع المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي. رغم المرض أتيت إلى هنا للحصول على التذكرة. رغم تخصيص تذاكر إضافية خاصة بمباراة المنتخب المغربي وفرنسا نظرا للإقبال المتزايد عليها، إلا أن البعض لم يتمكنوا من الظفر بمقعد لحضور مباراة ينتظرها العالم بشغف كبير. ضحينا من أجل الغالي والنفيس، من أجل المساندة. احنا جينا هون على أساس أنه ربما راح يكون في بيع للتذاكر أو مجاني، ما عارف. جيت هون شفت الناس تتجمع على أساس هناك تذاكر، للأسف يعني إلى الحين ما في. تأهل أسود الأطلس لنصف النهائي لم يكن متوقعا، لكن التفاؤل كان ولا يزال حاضرا. الجماهير متعطشة لهذه المباراة، وكلها أمل في الفوز بكأس العالم 2022.